إقليم عربستان يقع هذا الإقليم في جنوب غرب إيران ويشترك في الحدود مع العراق والخليج العربي. يشكل العرب في إيران حوالي 2% من السكان، ويعيش معظم العرب في هذا الإقليم. تاريخيا كانت عربستان أو إقليم عربستان إمارة تتبع أو تتمتع بالحكم الذاتي حتى غزتها القوات الفارسية، وذلك في العام 1925. يعتبر الإقليم غنيا جدا بالموارد الطبيعية، حيث ينتج حوالي 80% من النفط و65% من الغاز الطبيعي في دولة إيران. ومع ذلك يعاني سكانه من الفقر الشديد وسوء الإدارة البيئية. يتمتع إقليم خوزستان أو عربستان بتراث ثقافي متنوع، وهذا التراث الثقافي غني ويعكس تاريخ المنطقة وتنوع ثقافة سكانها. اللغة العربية هي اللغة الأم للكثير من سكان خوزستان أو عربستان. هناك أيضا تراث أدبي غني يشمل الشعر والقصص الشعبية التي تعبر عن تاريخ وثقافة المنطقة. الموسيقى والرقص، هذه المنطقة غنية بتراث كبير من الموسيقى التقليدية في خوزستان، وهذا التراث الموسيقي تتضمن استخدام العديد من الآلات الموسيقية المحلية مثل الربابة والطبول. تم احتلال خوزستان أو عربستان من قبل القوات الفارسية، وده كان في العام 1925. في ذلك الوقت كانت خوزستان إمارة تتمتع بالحكم الذاتي تحت حكم الشيخ الكعبي. ومع ذلك قرر رضا شاه بهلوي الذي كان يسعى لتوحيد الدولة الإيرانية تحت حكم مركزي قوي ضم خوزستان إلى الدولة الإيرانية، لتصبح إقليم خوزستان ليس إقليما أو ليست دولة مستقلة، ولكن إقليم من ضمن أقاليم دولة إيران. في إبريل 1925 أرسل رضا شاه قواته إلى خوزستان، حيث تم اعتقال الشيخ الكعبي ونفيه إلى طهران. بعد ذلك تم تغيير اسم الإقليم من عربستان إلى خوزستان، وتم فرض اللغة الفارسية والثقافة الفارسية على السكان العرب إجباريا في المنطقة، لتتحول المنطقة تدريجيا من منطقة عربية إلى منطقة فارسية. دي قصة إقليم عربي أو دولة عربية كانت تتمتع بالحكم الذاتي قبل أن يتم احتلالها من قبل دولة إيران. كتير مننا ما يعرفش المعلومة دي، لو أول مرة تعرفها أتمنى لحضرتك تعمل لايك واشترك في القناة. شكرا لكم جزيلا.